نتق النشاطة نسينا قلدان توسنا تمزيغت لنا الراثيني يومسقون ونشين سنبينا المعد الملكي للثقافة الأمازيغية اللي غسينا قلدان توسنا تمزيغت بدك تزم المارمغان تحوما غادي سبد أمزقون أمازيغ بدك تزم المار الدعم المالي الدعم المعنوي الصاغ العروض الندوات المهم الطاس نحوايج تك وكل سبقاس تك تفوق لها يعني فوق لها يعني نوسع مطلان الطاس من فرص يعني خطاس نزمار تك لان اغز ديسان ومسكون دي كسيني قلدان تسنة مزيغ تجو اغز ديس قزان غاس وسيني قلدان تسنة مزيغ بانه جو غزني سموهيم دي ثوسنة مزيغ دي تلسنة مزيغ دي وسنفلو النخ الإبداع انت مزيغ وزمار أدري قطس أدوار اسمنا يا انت في أسقوسة حموتي حقع من إخوة الزغفي روح إخوة ويقع والو أسقوسة وتحشى من إقع الناس أنك المناسبة يا أنك يعني ندوية افتراضية سيو شوية خمس قولة مزيغ كل جنوري سيو تجربة الناس في المنطقة الناس فنسنين توقيعين واسم المناسبة يشين سيتي مغمار من ايقن قارة نجمع عدم الصوف رجل من الهليس اذا غنت السيو رخ منايا وخمس ديس منايا عاوذ نقام اسمغار نخنس اسمغار زاني يعني تسعة نينازورن نمسكون نختار كراد نشراد ثلاثازي ياريف ثلاثازي الوسط ثلاثازي الجنوب نختار ثلاثة يوشين الطس يزوري تمازيغت تري يعني بريد نسن تغداز إلى يطس لن نخوين نحتي ومغا 65 سنة 61 سنة وشين يعني توداث نسان وشين زي ويناثي ومسكونا مازيغ إذن سمعنا يا نتعرى تينيث ودينة المناسبة نغني ونتفكى ذيك سينا قلدان توسنة مزيغ ما مش غانيك أندعم يعني سيشن الطريقة نغني بسكواسة قد تفكى هذا يس قد مش غانيك لأن كورونا يتجائحة ونزمع أنصغ العروض ونزمع ولكن قد تفكى ما مش غانيك أن يعني باش نسمى يعني أثقيمت يعني في مسموني نمسكون هذه القيم ينظر نمسكون غاس نيري ونده نسن يعني غاس نيري شان حاجتي من دعم الإنتاج من دعم شان حاجتنا نيري في كادي منايا وسيتي مغتيري وخو مفقير غشا أزول إثماء أكيد نخ أستاذ عبد المجيد أنت غير سويوان أستاذ المسرح في الجامعة محمد الخامس أنت غير سويوان إذن إخواني أخواتي بمناسبة اليوم العالمي للمسرح وبمناسبة اليوم الوطني للمسرح كيحتفل معهد الملكي للثقافة الأمازيغية بهذه المناسبتين السنة الماضية مرت بيضاء وهذه السنة ما بغيناش تمر هكاك قلنا نديروا شي حاجة ولو في اعتراف الفنانين واعتراف الفرق الامازيغيه بالعطاء ديالهم وكنعرفوا حنا المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه كيعطي واحد الاهميه كبيره قصوى للمسرح فالدعومات اللي قدم ليها مختلفه ومتنوعه تكوينات تظاهرات دعم مادي ديال الانتاج دعم الى غير ذلك وتكريمات حتى السنه فالاداره هذه وسعنا دائره ديال التكريمات غادي نكرموا التسعه ديال الناس اللي عطاو واللي قضوا واحد العمر كبير في المسرح الامازيغي ثلاثة من الجنوب ثلاثة من الشمال ثلاثة وكنفكروا كذلك في نفس الوقت الان كيفاش غادي نديروا ما تمرش هذه السنه على المسرحيين يعني بلا ما نلقاو لهم شي طريقه باش ندعموهم كنفكروا اليات لان العروض ما يمكنش ولكن المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه راه الاهميه اللي كيعطي لهذا الفن فهو كيفكر باش شي طرق غادي غادي في شهر مع السنة ديال رمضان غادي تكون هناك مقترحات معينة باش نفتحوها للفرق ونفتحوها للفنانين غادي نتوجهوا للفرق وغادي نتوجهوا للفنانين كذلك وغادي نتوجهوا حتى للمهنيين
يعني ماشي بالضروره يكون ممثل ولا مخرج، يكون ربما يكون مهني في المسرح بطريقه معينه. اذا شكرا لكم، ومعنا في هذه الندوه اللي غادي نحاولوا نتعرفوا فيها على راهن الثقافه الامازيغيه ونتعرفوا عليها خاصه في الجائحه، كنعرفوا باننا المسرح الامازيغي كباقي المسارح يعاني، وفي نفس الوقت غادي نديروا التطلعات. ومعنا الاستاذ عبد المجيد الزوين، استاذ ديال المسرح في الجامعه ديال محمد الخامس بالرباط، وكان سبق شارك معنا في واحد المجموعه ديال الندوات وفي مجموعه ديال اللقاءات المسرحيه والمهرجانات. وختاما اشكر الاخوان ديالي الزملاء ديالي الاعزاء اللي استجبوا بكل يعني اريحيه ورغم الصعوبات اللي كاينه استجبوا ومحناهم ويسمحوا لنا محناهم في هذا الصباح. شكرا جزيلا. غادي نبقى مع الاستاذ عبد المجيد وغادي نبقاو في تواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا الحضور الكريم، تحيه بالمناسبه للمتابعين ديالنا عبر قناه اليوتيوب وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، احتفاء باليوم العالمي واليوم الوطني للمسرح في اطار جهود المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه لدعم الاشكال المتعدده للتعبير الامازيغي باعتبارها حوافز فاعله في ضمان تطور اللغه والثقافه الامازيغيه وتراثهما. ينظم مركز الدراسات الفنيه والتعابير الادبيه والانتاج السمعي البصري ندوه افتراضيه حول المسرح الامازيغي الراهن والانتظارات. نظرا لظروف الجائحه ارتئينا ان تكون هذه الندوه في شكلها الاني، يعني ندوه عن بعد، ورغبه منا في الوقوف على منجزات هذا المسرح، تمظهراته، الاكراهات التي يعيشها في ظل قبل الجائحه وفي ظل الجائحه، ورغبه منا في تسليط الضوء على هذه المكتسبات والمنجزات والاكراهات. رأينا ان يعني نستضيف ثله من الممارسين، ثله من المسرحيين، ثله من الناس اللي يعني مارسوا المسرح سواء في اطار جمعوي او في اطار احترافي صرف، اللي رغبه منا في يعني استكشاف وجهات النظر ديال المشاركين وكيفاش يعني الممارسه لديهم يعني راكمت في مجموعه من السنين واحد الزخم، وكانت يعني شهدت على حضور مسرحي متميز بالمناطق التي يزاول فيها كل حسب انتمائه الجغرافي. اذا نبدا في ندوتنا، يعني اخترنا لها ان تكون على شكل اسئله موجهه مباشره الى المشاركين. بدايه نبداو بالسي سليمان بغدادي اللي كنبدا تعريفيه على الاستاذ. فهو استاذ باحث ومهتم بالفنون والابداعات الامازيغيه، ساهم كثيرا في حركيه المسرح الامازيغي بمنطقه الريف نقدا ودراسه وانخراطا في الفرق والجمعيات المسرحيه. نبدأ بسؤال أولي، سي سليمان، كيف ترون حالة المسرح الأمازيغي بالمغرب ككل؟ أزول الدكال، أزول إسلمادن، تنمت نون، إذا ما تسنو جمعة وما السا، أسول، خواس نومزقون، إبدان التاس نتموكريسين، بي سينيس بوسيا إمبورا. في البداية المسرح الأمازيغي بشكل خاص والمسرح المغربي بشكل عام يعني يعيش أزمة حقيقية، خاصة في ظل الجائحة ديال كوفيد 19. المسرح اولا مكونه الاساسي هو الجمهور، مكون الاساسي الجمهور
في ظل الظروف الراهنه الصحيه ماشي من الممكن باش تجمع جمهور في ظل الجائحه. هذه من ناحيه، هذه خاصيه ديال 2020 و2021. اما المسرح يعني في هذا نقولوا في هذه العشريه الاخيره يعيش ازمه حقيقيه، لان اولا المسرح يحتاج الى مجهود كبير، مجهود بشري ومجهود ذهني، مجهود ممارساتي كبير بالمقارنه مع الاشكال ديال التواصل البسيطه جدا اللي كاينه حاليا اللي كتوفرها التكنولوجيا، واللي في الحقيقه في احياء في غالبيه الاحيان يعني تساهم في تكريس فرجه مبتذله بالمقارنه مع المسرح اللي هو يحتاج الى عمل جماعي وفردي هائل جدا. اما بالنسبه انا النقطه ديال حق اللي بغيت نتكلم فيها هي في علاقتها مع المسرح الامازيغي بالخصوص. لماذا هذا المسرح بالخصوص التجربه ديالنا في الريف عرف واحد تطور مهم في التسعينات وبدايه الالفيه الثالثه، يعني في العشريه الاولى من الالفيه الثالثه، وبعد ذلك وقع شويه ديال التراجع. اولا بالنسبه للمسرح في علاقته مع الثقافه والهويه الامازيغيه، المسرح كان هو المرضع لا ليتور، المرضع الخطاب الهوياتي، لان خشبه المسرح هي منصه سي اون تريبون ديال لو ديسكور ديال الخطاب ديال تمرير مجموعه من من من, من الافكار والمطالب الى اخره. اذا وخصوصا وحنا كنعرفوا بان الثقافه الامازيغيه لغه وادبا وفنونا صنفت في اطار الثقافات الشفويه. الثقافات الشفويه اللي كنديرها بين مزدوجتين. اذا مادام ان الثقافه الامازيغيه ما عندهاش هذاك لاكسي، ما عندهاش الولوج للكتابه بحكم ظروف تاريخيه وسياسيه وايديولوجيه كنعرفوها كاملين، إذن في الوقت اللي برز الخطاب الهويه الامازيغي كان اولا الى شفنا واحد الشكل ديال نديرو التفكيك ديال الاركيولوجيا ديال تشكل هاد يعني هاد الانماط الفنيه في الثقافه الامازيغيه خصوصا من في صلب الخطاب الهوياتي، كان اولا هو الشعر والاغنيه، لان المساله عندها علاقه باصول الثقافه الامازيغيه وبطبيعتها وتاريخها. من بعد الى الاغنيه، من الشعر الى الاغنيه، ما يسمى بالاغنيه الملتزمه، الاغنيه المجموعاتيه ولا الاغنيه الملتزمه. من بعد بدا المسرح، والى لاحظنا كما لاحظنا حنايا هنا خلال اوائل التسعينات في الريف يعني جميع الاشكال المسرحيه حاولوا الفنانين اللي اشتغلوا المسرحيين يكيفوها على حسب النماذج المسرحيه اللي اشتغلوا من خلالها. مثلا كان من السهل جدا من المرور من المسرح الجماعي للمسرح الفردي، بمعنى الثقافه الامازيغيه في طبيعتها تميل الى الممارسه المسرحيه. ما بديناش في الاول بالكتابه الروائيه والكتابه والقصصيه الى اخره، بدينا بالمسرح لان عنده العلاقه بسميتو
بجذور الثقافة الأمازيغية وبالخصوص الأشكال الأدبية والفنية اللي فيها. هذا بالنسبة لي هذا هو الدافع الأساسي لهذا اللي نسميه بين المتزوجتين الصحوة، الصحوة ديال المسرح في الريف بالخصوص. هذه التجربة اللي عشتها أنا وكان نعطي هذه الشهادة من خلال الممارسة ديالي في هذا الحقل. المسرح له لا كاستنتاج، كنقطة ديال الاستنتاج، المسرح له ارتباط وثيق بطبيعة الآداب والفنون الأمازيغية. كان عندنا مشكل في مشكل الأصعب والعويص هو المرور للكتابة، والمرور يعني من ثقافة حكم عليها لمدة قرون أن تبقى شفوية باش تمر للكتابة، ولكن بالنسبة للمسرح كان هو من الحوامل الأساسية للخطاب الأمازيغي في ظل ظروف ديال التهميش، ولا مثلا قبل ما تأسس القناة الأمازيغية كان إقصاء شبه تام من المناظر الإعلامية ومن لي تريبيون اللي كانوا كاملين يعني موجهين توجيه ايديولوجي. فكان إدارة المسرح هو الحامل لهذا الخطاب، هو بحال اللي قلت في الاول هو المرضى عليه. فماذا وقع من بعد وقع واحد الانفتاح، وان كان جزئي ماشي كافي، واحد الانفتاح على الاشكال الاخرى الانتاج الفني والادبي، وبالخصوص المرور من سميتو تطور الفنون الأمازيغية إلى الفنون الدرامية، الدراما التلفزية بالخصوص والسينمائية. هنا غادي ندخلوا ما هو فيها هذا النقص ولا التراجع في ما هو ذاتي وما هو موضوع. ما هو ذاتي أن جميع تقريبا أغلبية وجميع الفنانين اللي المسرحيين اللي مارسوا المسرح امتصتهم الفنون الدرامية، فيها إشكال نكونوا جريئين نقولوها، فيها مسألة مادية لأن الفنون الدرامية يمكن يعيش بها الفنان. أتحدث عن الدراما التلفزية، ولكن المسرح ما يمكنش يعيش بها، لا يمكن تتصور يعيش الفنان الأمازيغي الممثل المخرج الكاتب ولا شيء ولا التقني ولا شيء واحد آخر يعيش بالمسرح وبالمسرح الأمازيغي بالخصوص. لهذا توجه واحد العدد كبير ديال الفنانين اللي كانوا معروفين في المسرح إلى الدراما التلفزية لأن الاشتغال فيها نسبياً ما فيهاش المعاناة بحال المسرح. المسرح فيه تدارب، فيه تدرب، فيه الوقت، فيه بزاف ديال التضحيات والمكاسب ديالو لا المادية ولا المعنوية قليلة جدا. انا كنعرفوا كاينين مسرحيين في العالم وفي المغرب اللي ماتوا مغمورين ما كيعرفهم حتى شي واحد. أما بالنسبة لما يسمى ما يمكن تسميته بالفنون الجديدة أو الدراما التلفزية، فهي ساهمت يعني بشكل كبير في هذا امتصاص، في هذا النقص، في هذا التراجع ديال المسرح الأمازيغي. بطبيعة الحال هناك أسباب موضوعية اللي كانت قديمة وما زالت قائمة. القاعات المسرحية ما كيناش،
التكوين ما كاينش الى اخر المعطيات اللي كانت من التسعينات مازالت قائمه. بالعكس يمكن فحال في المناطق ديال الريف مثلا هناك تراجع بهدم جميع القاعات المسرحيه اللي كانت لا في الناظور ولا في الكوسيمه ولا في مناطق اخرى. اذن حتى الاماكن ديال العرض وان كان الانسان المسرحي يكون مضحيا ومناضلا ما عندوش فين يعرض قاعات العرض ما كايناش بما ان جميع حسب علمي الجرد اللي دار جميع قاعات السينما اللي كانت كتعرض فيها الاعمال المسرحيه هدمت بكاملها. هذا قراءه ديالي بالنسبه للوضع ديال المسرح بالخصوص اللي شرط له في الاول بان هذيك لاكورب اللي كانت طالعه في التسعينات ودابا راه يمكن نسبيا في واحد المستوى يعني متدني جدا ولكن سميتو الاخر اشكال في الاول كانت في التسعينات هو الخطاب الهوياتي كان بحال اللي غادي نقولوا نستطيع نقولوا بانه هو الاخ الشقيق الفنون الامازيغيه هي شقيقه للمسرح لان هو الفضاء والمجال الادبي اللي كتفجر فيه الثقافه والابداع الامازيغي بشكل يعني بشكل اريحي بدون ما حتى يمكن بلا ما نكتبوا النص حتى يمكن نمارسوا المسرح بالامازيغيه بدون نص. هذا هو اللي بالنسبه لي هذا الوضع ديال المسرح الامازيغي بخصوص منطقه الريف الى حدود اليوم. شكرا استاذ. دونك تطرقتم الى جمله من الاكراهات التي يواجهها المسرح الامازيغي بصفه عامه والريفي بصفه خاصه وتطرقتم كذلك الى مجموعه من التفسيرات لهذا الوضع. ممكن نفكروا في بعض المقترحات التي ترونها مناسبه لتجاوز هذا الوضع اذا كان ممكن بعض المقترحات مثلا بحكم الممارسه اللي راكم تسموها بحكم التجربه ديالكم هل هناك من المقترحات ترونها مناسبه لتجاوز هذا الاكراه؟ قلت بان الامكانيه ديال النهضه المسرحيه ممكنه ولكن اولا خص الشروط الموضوعيه باش ما نبقاوش نتكلموا عاوتاني غير في مدينه الاحلام. ما يمكنش نتخيلوا ولا نفترضوا عمل مسرحي بدون قاعه العرض. مدينه الناظور كامله ما فيهاش قاعه ديال العرض ما فيهاش حتى ديال سميتو ديال مندوبيه وزاره الشبيبه كان شي مشروع ولكن مازال ما محلول ما والو ما كاينش. بمعنى خصنا نوفروا الاول اولا الشروط الموضوعيه. عاد نتكلموا مثلا على الاشكال ديال واش عندنا المشكل ديال تكوين ممثل واش عندنا اشكال ديال الكتابه ديال النص واش عندنا المشكل فين بالضبط. عندنا المشاكل الذاتيه في الابداع وفي الانتاج المسرحي الامازيغي. اولا الشروط الموضوعيه كاين فرقه حاليا تشتغل في الناظور ولكن في ظروف قاهره ما كاينش العرض كتوقف واحد العرض ولكن ما كتعرضوش في الناظور كتمشي لوجده كتعرضوا في وجده ولا في تازه ولا في مكناس ولا في الحسيمه ولا نسبيا في الحسيمه. اذا اولا باش ما نكذبوش على راسنا انضاج الشروط الموضوعيه هذه وحده. ثانيا وضعيه ديال الفنان المسرحي الامازيغي بالخصوص هذو اللي كاينين في المناطق
المهمشة اللي غادي نقول بين المزدوجتين المهمشة في الجنوب الشرقي ولا في الريف ولا في الجنوب ولا اللي بعاد على المراكز الكبرى اللي كنعرفوها على المثلث ديال الرباط الدار البيضاء قنيطرة. هاد الوضعية ديال هاد الفنانين ما غاديش نعوضهم، ما غاديش نكون في بلاصتهم، ما غاديش ناخذ بلاصتهم ونتكلم مثلا على قانون الفنان شنو هي وضعيتهم في قانون الفنان، واش كلهم بعدا استفدوا من بطاقه الفنان، شنو هي يعني العوائق اللي كتوقف في طريقهم. هذه مساله غيتكلموا عليها هما، وكاين مؤسسات اللي يمكن يطرحوا فيها هاد المشاكل بحال هاد. بالنسبه للمسرح انا في هاد العامين الاخيره في منطقه الريف بالخصوص كتابه النصوص المسرحيه كنلاحظ بان هناك انتاج، هناك نشر. اخيرا في هذه السنه ديال 2020 خمسة ولا ستة مسرحيات نشرت لأول مرة تنشر. على اللي قلت لك في الأول التسعينات حنا كنا كنديروا المسرح أول في الجمعيات كانت كتمارس المسرح تقريبا بدون نصوص، أو نصوص يعني غير منشورة، نصوص للعرض فقط. دابا كنلاحظوا بأن المسألة تطورت شي شوية، بان هناك وعي بالنشر النصوص المسرحيه. فكان نتكلم بطبيعه الحال على المنطقه اللي كان يعني اللي كان نمارس فيها واللي كنشوف فيها الحركيه في الكتابه المسرحيه. وشحال هذه كان عندنا مشكل ديال غير سميتو، كان عندنا اغلبيه ديال النصوص ديال الاقتباس، بمعنى حتى الكتابه حتى النص اصيل تقريبا كان غير موجود. لهذا بالنسبه للمقترح كما قلت في السؤال، اولا قلنا انضاج الشروط الموضوعيه للممارسه المسرحيه باش ما نبقاوش نتخيلوا شي حاجه اللي ما يمكنش تكون. ثانيا انا اراعي الا كانت هذه الشروط الموضوعيه بالنسبه لمنطقه الريف غادي تكون سميتها، غادي تكون واحد النهضه مسرحيه لا نظير لها، لان كاين طاقات، كاين فنانين او مشاريع فنانين يعني عندهم الرغبه بالممارسه، ولكن اذا كانت الشروط الموضوعيه. وبالخصوص من جهه ثانيه ان الدعم اللي تياخذوا المسرح كنشوفوا مثلا بالنسبه الدعم اللي كتعطيه وزارة الثقافة للمسرح والدعم اللي كتعطيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالنسبة للإنتاجات الدرامية كنشوفوا واحد الهوة كبيرة بيناتهم، على حسب داكشي اللي كنلاحظوا في المشاريع اللي كتقام كل سنة كيبان الفرق بين بحال اللي قلت في المداخلة ديالي الأولى، بأن المسرحي لا يمكن أن يعيش بالمسرح، ما يمكنش. خصو يمشي يعيش بشي حاجة أخرى عاد المسرحي عاد يدير المسرح. لهذا بالنسبة للسؤال ديالكم عندي جوج ديال النقط الإجرائية، ولا إنضاج الشروط الموضوعية للممارسة المسرحية. فين غادي يكون؟ خص القاعة، لأن ما يمكنش تصور المسرح بلا قاعة. ثانيا كاين افاق ديال التكوين، كاين فرق اللي كاينه خصها تستافد من ورشة ديال التكوين وتطور التجارب ديالها باش ما تبقاش النصوص دائما والمسرحيات اجترار لنصوص اخرى، نفس التيمات نفس التقنيات نفس كذا الى اخره، باش ما نطيحوش في سميتو في الابتذال عاوتاني. لهذا باش نختم انا المداخله ديالي كنقول اولا انضج الشروط الموضوعيه، كاين ان المسرح خصو تجهيز
ماشي بحال الاشكال الفنيه والدراميه ديال التلفازه مثلا، خصها تجهيزات، خصها وسائل، خصها سميت قلنا وزاره الثقافه والدوله بشكل عام خصها تقوم الدور ديالها في هذا الاطار هذا، بالخصوص كاين كاينين مجموعه ديال الاحزمه ديال المدن ما فيهاش قاعات مسرحيه، لهذا ما يمكنناش نتصوروا مسرح بدون شروط موضوعيه. دونك المتدخل الثالث ديالنا هو السي العزيز الابراهيمي من منطقه الحسيمه، ممارس مسرحي متنوع التدخلات في المسرح الامازيغي تاليفا واداره لاحدى الجمعيات والفرق العامه في المنطقه. اذا السي العزيز باعتباركم ممارس ورئيس الفرقه، دونك سي العزيز كسؤال اول، باعتباركم ممارسا منذ سنوات بهذه المنطقه وباعتبار يعني التراكم اللي راكمتو من خلال الممارسه ديالكم، الى ما ترجعون اسباب نجاح المسرح الامازيغي بالمنطقه ديال الحسيم؟ شكرا دكتور، شكرا سي فؤاد زروال على الفرصه اللي تاحت لينا هذا اليوم باش نتواصلوا باش نجدوا يعني ديما نهتموا بالمسرح ونناقشوا المسرح، لان كاين ظروف في الحقيقه صعيبه، ظروف يمكن تعطلنا مجموعه من المشاريع. بالنسبه لي انا كواحد الممارس يعني المداخله ديالي غتكون نعم سيدي كشهاده من على واحد المرحله معينه من الممارسه المسرحيه الامازيغيه خلال الفتره ديال الالفيه الجديده. يعني احنا ركبنا مجموعه ديال المتدخل الرابع والسي بن عيسى. بن عيسى الا كنتي مستعد نقدروا ناخذ المداخله ديالك في انتظار ما السي العزيز يحل المشكل التقني اللي عنده. مرحبا السي بن عيسى. دونك كنبذه تقديميه للاستاذ، فهو مؤلف ممثل فاعل ونشيط في الفن المسرحي الامازيغي وباقي الفنون الدراميه، ولا زال يواصل العطاء في مجال المسرح رغم انشغالاته الكثيره امام الكاميرات حكم عمله ايضا فيما هو تلفازي. يعني بحكم انتمائك لمنطقه الناظور، كيف يعني تقيم الممارسه المسرحيه في الناظور يعني سواء قبل الكوفيد او اثناء الكوفيد؟ شكرا. اولا شكرا لكم وشكرا المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه اللي تاح لنا هذه الفرصه باش ندرسوا في هذا ندرسوا شويه في هذه القضيه ديال المسرح. انا يمكن ما غاديش نخرج بزاف على اللي قالوا الاستاذ سليمان البغدادي. الى جينا نهضروا على المسرح في الناظور، اقول في الناظور يعني على وجه الخصوص، اولا كما قال الاستاذ احنا كاين فرق مجتهده، يعني كاين فرق اللي خدامه، كاين الناس اللي خدامين في هذا الاونه الاخيره، على كاين نصوص مسرحيه كما قال الاستاذ، كاين نصوص مكتوبه وكاين نصوص يعني المعده للعروض يعني ما تنشرتش، يعني كاين واحد البنك ديال النصوص هنا في يعني ريفيه هنا عند الناس ديال الناظور. ولكن الاشكال الحقيقي جدا اللي للاسف كنقولوه وكنعاودوه على في اي منبر في اي مناسبه، انعدام التام لشقاعه ماشي غير في مدينه الناظور وانما في اقليم الناظور كامل، انعدام تام لشقاعه صالحه لعرض مسرحي. هذه اولا، كاين قاعه ولكن ماشي العروض المسرحيه هذيك كنقولوا يعني بالاخر غير كنديبانيو فيها لانه لا يعني ما عندناش بديل. يعني مشكل ديال القاع. اما الاخر يعني منطقه الناظور في الحقيقه اللي كانت يعني مهد
المسرح الامازيغي في الريف. كانوا ناس خدامين، كان يعني كما قال الاستاذ كان مسرح نضالي في واحد الوقيته، جات فروق مسرحيه، ولكن لواحد الفتره معينه ما بقاتش، يعني ما بقاش نشاط مسرحي، ما بقاش ما كانش حتى نصوص، ما كانش اللي كيمارس المسرح، الى يعني حتى الحدود هاد السنوات الاخيره. كاين شباب، اللي يعني عندهم اراده، بغاو يخدموا، وفعلا يعني العزيمه ديالهم وصلوا يعني باش يكونوا في يعني في الى جنب جميع الفرق المسرحيه في المغرب. استطاعوا حتى هما يديروا جولات سواء خارج ارض الوطن او يعني او داخل الوطن. كاين يعني فرق كما قال الاستاذ خالد، هذا العام كاين جوج، يعني من قبل كانوا ثلاثه، يعني حتى ثلاثه بهم خدامين حاليا، كيجتهدوا. ولكن كما قلت يعني هنا في الناظور غنعطي مثال حي، يعني مثال يالله هذه الايامات كما قال الشيخ خالد، المشكل ديال العروض في ظل هذه الجائحه. يعني في بداية ديال رمضان حنا كفرقة درنا جولة، يعني درنا جولة في ربعة ديال المدن، مكناس، تازة، الحسيمة، وجدة، ولكن ما لقيناش قاعة في الناظور. يعني العرض ديال الناظور يعني ما درناش، عوضناه بالعرض في وجده. يعني كاين يعني واحد المعاناه اولا في هذه الجائحه. اولا غتمشي دير عرض بدون جمهور، يعني غتمشي للمكناس، من بعد التازة، من بعد الحسيمه، من بعد الوجده، غتمشي دير عرض بدون جمهور. يعني ها يعني ها واحد يعني واحد العنصر من عناصر العرض المسرحي ما كايناش، اللي هو الجمهور. ثانيا باش تمشي دير هذاك العرض بدون جمهور خاصك تراخيص التنقل، عندك مشروع ديال وزاره الثقافه خاصك تنفذو، ولكن ملي كتجي للناس مثلا ديال الداخليه كيقولوا لك بانه راه يعني كنعطيو التراخيص غير للحالات الاستعجاليه، يعني لسوء الحظ كيواجهوك بان المسرح او الفن ماشي من مسائل الاستعجاليه. ملي كتواجهو انت كتقول لي اودي راه هذه وزاره، راه خصنا ننفذو، المشروع ديالها، راه مشروع. ولكن يعني بعد معاناه كبيره كنتحصلوا على تراخيص، ولكن ماشي الترخيص المجموعه الفرقه، كل واحد كيمشي الدائره ديالو ولا البشويه ديالو ولا الملحقه الاداريه ديالو. يعني هذا الشيء خدا منا واحد اربع ايام ديال الجرى باش تمشي دير عروض بدون جمهور. ناهيك على الاخر على المشاكل ديال الطريق من طبيعه الحال. علاش كنقول هذا الشيء؟ يعني بغيت نوصل الحجم ديال المعاناه ديال المسرحيين في منطقه الناظور. يعني واحد يعني يعني المشكل الاول هو القاعة، المشكل الثاني اللي كيعانيو به جميع الاخوة المسرحيين في المغرب اللي هو يعني المشكل ديال الممارسة ديال المسرح في ظل هذه الجائحة. ثالثا
يعني الى يعني الى جينا نهضروا على المشاكل ديال المسرح في منطقه الناظور، كاين واحد المشكل اللي شار ليه الاستاذ سليمان، علاش يعني كاين شي واحد التراجع. يعني انا شخصيا يعني معني بهذا، يعني بهذا الشيء اللي غنقول، الدراما التلفزيه والسينما منذ يعني منذ تاسيس القناه الامازيغيه خذت واحد يعني واحد الحيز ديال الوقت اللي هو كبير، يعني عوض بنادم يمشي ينشغل بالمسرح كيمشي الاخر للتلفزيون لاعتبارات كما قالها الاستاذ. ولكن هذه القضيه هذه بمعيه مجموعه ديال ممارسين المسرح انتبهنا لها ودرنا يد في يد مع الناس اللي بغاو يخدموا، وان شاء الله كاين انطلاقه وغنحاولوا ان شاء الله يعني بالناس اللي عندهم تجربه وبالناس الشباب اللي التحقوا اللي عندهم يعني غرض يخدموا، كاين ان شاء الله عزيمه باش نردوا الاعتبار لهذا المسرح الامازيغي في الناظور. شكرا سي عيسى. سؤال اخير، يعني بعيدا عن لغه الاكراهات التقنيه والماديه والبنيويه التي تعيق عمل المسرحي في الناظور، هل هناك من انفتاح يعني في التجارب المسرحيه بالناظور على ما هو وطني وما هو عالمي؟ نعم بالضبط كاين يعني هذا الشيء كاين، يعني ما هو وطني ربما السي خالد الى مازال راه معنا، يعني يمكن عندنا مشروع غادي نشتغلوا عليه جميع حنا والسي خالد بوشو. كاين يعني كاين الاخر مشاريع، يعني كاين نصوص، كاين نصوص اللي عندها يعني واحد الصبغه يعني عالميه، يعني مشاكل يعني ماشي غير ديال الريف ولا الناظور، كاين يعني كاين انفتاح الاخر على ما هو وطني ولا ما هو دولي في النصوص المقبله ان شاء الله. مرحبا استاذ محمد، فرصه طيبه نعاود اللقاء. كورقه تقديميه للاستاذ محمد الشاهر، فهو وجه فني ومسرحي معروف في الاطلس في المجال الفني عموما والدراما بشكل خاص، شارك في العديد من الاعمال المسرحيه الامازيغيه الوطنيه سواء من حيث التشخيص او من حيث الاليف. كنرحبوا به مره ثانيه، ونقدروا نمروا للسؤال اللي سبق لي وطرحته على المتدخلين. بحكم انتمائهم لمناطق جغرافيه مختلفه، ما هي خصوصيه المسرح الامازيغي بمنطقه الاطلس؟ ويعني اذا كانت هناك بعض الاكراهات التي يعاني منها هذا المسرح. الكلمه لك سي الشاعر، الكلمه لك سمعت. تيمسيوين غدان نازل غيبون نازل تورنغي سدو تقديم النار تنميرتي كله مدينة غيبان تنميرتي مسينا جدا بسنا تمزيغ غيف تمسومات نتقا يبريد انو زغول مزيغ. في البداية إذا بغينا نتكلموا عن المسرح بالأطلس المتوسط، فما يمكنش أننا نأخذ بعزلة على الحديث عن المسرح المغربي بشكله العام أو عن المسرح بالكينونة ديالو. وكما يمكننا نقدروا نفرقوا ما بين نتكلموا عن المسرح الأمازيغي والمسرح بالأمازيغي. فالمسرح بالأطلس المتوسط مثله مثل جميع الجهات ديال المغرب يعني في المزاولة ديالو، وإن كانت بعض التفاوت وكنلقاو يعني الريادة كتكون هذا واضح
الأطلس وكذلك أسوس. وإن كنت أتفق هنا مع الأخ نور الدين ويشوف ما يخص أنه هذا التغيير هو التمييز ما بين هو الأطلسي ما هو سوسي ما هو ريفي، فهو بشكل قد يفسد إلى حد ما شمولية المسرح الأمازيغي بشكله العام. وإن كانت أن يجب أن تكون هناك خصوصيات من منطقة إلى أخرى. كما بغيت نشير لواحد المسألة أن مسرح مزولة مسرح الأطلس المتوسط تكتسيه واحد مجموعة ديال الإكراهات، مجموعة ديال العوائق فيها ما هو ذاتي فيما هو موضوعي. فمثلا الاستنزاف ديال الطاقات الإبداعية سواء على مستوى تشخيص ولو على مستوى الكتابة، استنزاف أقول والهجرة ديالها هنا فرق مسرحية المتواجدة بالمركز، فكتخلي يعني واحد الفقر يصيب الفراق الجهوية لطاقة الأصناس المتوسط. بغيت نشير لواحد المسألة ونأكد عليها، وكنت شهيد عيان ومحط الدكتور أكيد الدكتور فؤاد زروال كان له يدين الحضور بعدا، هو تجربة ديال إزوران المسرح بالرباط اللي كانت يشرف عليها الأستاذ محمد الداصر اللي كان الشفاء بالنسبة. فكان التواجد ديال الإخوان الممثلين ولا التقنيين من جميع المناطق ديالنا في المغرب، من السوس من الريف من الأطلس من جميع المناطق، ولم تكن هناك عائق لا سواء في التواصل فيما بين أثناء الاشتغال أو حتى كذلك أثناء العروض ديالنا، في العروض ديال اللي قدمناها سواء قدمناها في الناظور أو سيما أو في ورزازات أو في قدير أو في الرباط أو في ملال، فكنا كانت يكون هناك تواصل وتجربة كانت غنية غنية جدا. الأشياء الأخرى التي يمكن تعيق ممارسة المسرح الأمازيغي بالأطلس المتوسط، ولن أريد أن أعيد مرة أخرى ما أشار إليه الإخوة سواء ما أشار إليه السيناتور بيشو ولا الأخ عيسى ولا كلهم فيما يخص يعني التجهيزات، فقد نجد قاعات هذه القاعات هذه تفتقر إلى الحد الأدنى لممارسة المسرحية. فمثلا إلا جينا نديروا واحد المسرح الجغرافية الخط هذا ديال الأطلس المتوسط، ف مثلا إلا مشينا نحيدوا مثلا نملة لسلال هناك تدلى الحجب يعني، فلي كانت توجد فيها واحد مجموعة ديال يعني ديال القاعات من هذا الصنف الجيل الجديد، فغالبية المراكز كتفتقر لها. ويعني يلاه تواجد يعني مقرات لدور الشباب اللي ما يمكنش اللي كتسمح بمزاولة المسرح، وكتحد من الأفكار ديال المخرجين ولا ديال السينوغرافيين من الممارسة، وكذلك حتى من العنان ديال الجسد ديال الممثل اقتضاء القانون. يجب أن نقول واش السؤال اللي كنطرح، واش نتسناو حتى تكون القاعات المسرحية القائمة بذاتها المجهزة عاد يمكننا نقوله راه ممكن أننا ننجو أعمال مسرحية في المستوى، أو يجب أن يكون العكس أن نقوم بإنجاز أعمال مسرحية وعروض مسرحية وبالتالي يجب أن نطالب بالبنية التحتية وبقاعات صالحة للعروض المسرحية. فأرى أنه يجب التوفيق بين الاثنين، أنه العمل الجاد اللي يمكن يصم ويخلي يعني الانتاج ديال العروض المسرحية دي مكونات ديالها تامة، وفي نفس الوقت كذلك الفولي الآخر اللي هو التواجد ديال القاعات المسرحية. أمر آخر هاد يشير أن موجه كلام موجه للباحثين دارسين لتسليط الضوء على الأطلس المتوسط، فهو يزخر بمكونات يمكن أن تجعل خلفية غنية جدا جدا على مستوى التناول ديال الزخرفة الصغنوغرافية لطبيعة المنطقة ولا كذلك للتاريخ والموروث الثقافي اللي يمكن الدراماتورجيين يستثمروه من أجل الكتابة النصية. شيء آخر أريد نشير لي وأنه ملي نبغي نتكلموا على المسرح الأمازيغي بالأطلس المتوسط فيجب أننا نفرقوا بين جوج ديال الحويجات.
نفرقوا ما بين المسرح الأمازيغي بلكنة الأطلس المتوسط والمزاول في المراكز في الدار البيضاء وفي الرباط وفي الكنائس كذا، ومهم المسرح الذي مثلا يمارس في المناطق الجغرافية الأطلس. من خلال تجربتي باشتغال مع فرقتين فرقة بالرباط وهي فرقة مسرح المسرح الأمازيغي مع الأستاذ محمد الضاصر إذا التواجد ديالنا في المركز، وكذلك الاشتغال بخنيفرة وفي بني ملال يعني في إطار فرقة مسرحية أخرى مسرحيات نجوم الأوبرا. فأجد أن الممارسة المسرحية الأمازيغية يجب بالأطلس المتوسط أن نميز ما بين جوج ديال الحاجات، وما نكروش بأنه فعلا هناك فرق مسرحية وإن كانت معدودة جدا، وحتى العمر ديالها ما تيكون قصير بزاف ما كطواش يكون هناك حماس تيكون، ولكن دائما أعود إلى مسألة هجرات ديال إشارات يعني الطاقات الإبداعية سواء على مستوى الكتابة النصية أو على مستوى الإخراج أو على المستوى ديال الأداء، فالالتحاق ديالها بفرق أخرى كتخلي واحد فراغ متقع فيما يخص الممارسة المسرحية في الأطلس المتوسط. شكرا سيدي محمد. من ضمن يعني التفاعلات اللي تلقينا من طرف المشاهدين ديالنا على قناة اليوتيوب، سؤال يعني يطرح مسألة الإبداع هو وليد الحاجة وليس بالضرورة وليد يعني ظروف ملائمة و يعني تمكننا من عمل مسرحي يعني في ظروف يعني تساعدنا على العمل، يعني ألا يمكن يعني الحديث على ضرورة الإبداع في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الإكراهات، حتى لأن المبدعين العالميين أبدعوا في ظروف يعني تعريف جملة من الإكراهات، استحضر مثلا تجربة المسرح الفاقر مع غروتوفسكي، استحضر مثلا بتجربة المخرج العالمي بيتر بروك تحدث على الفضاء الفارغ، يعني بالضرورة المسرح ممارسة مسرحية لا تتطلب يعني كمنطلق الظروف الموضوعية للمرور إلى مسألة الإبداع. هذه ملاحظة تلقيناها من طرف بعض المتابعين ديالنا واللي كان شاطرهم الرأي. نعم شكرا للمتابعين الكرام، وكذلك لا أخالف من رأي ولا أخالف غير رأي، فقد أشرت إلى هذه المسألة أن حينما قلت أن يعني مستوى أو هالة المسرح الأمازيغي بالأطلس المتوسط واش نتسناو حتى يكون القاعات البنية التحتية عاد نمارسوا المسرح أو لا يجب ممارسة المسرح، فيجب قلت فقط التوفيق ما بين حتى نخلق فضاءات لممارسة مسرحية معقولة. أما فمثلا قد نأخذ تجربة حينما نأخذ طاقات ديال تجربة ديال المسرح ديال المونودراما الأطلس المتوسط، مثلا من نقد حسن أزيي أو من نقد محمود جكلة أو الأمثال ديالهم اللي كانوا طاقات يعني بشكل غير عالي وبشكل بظروف غير مناسبة بشكل وأبدعات وعطات الكثير. كذلك أريد أن أشير إلى مسألة أخرى، هو أنا شخصيا عبر به في الممارسة المسرحية فالتواجد ديالي بمنطقة ربما قد أقول هامشية تبعد عن المراكز خلقت عفو ليست بدافع ذاتي ولكن بكل موضوعية، فرغم الظروف رغم عدم وجود هذه التقنيات والمراكز والإمكانات الكاملة فتمت مثلا تسجيل الحضور ديالي ما أقول دائما بدون ذاتية بشكل مقبول. مسألة أخرى فقط يجب أن هناك مشاتل يجب الانتباه إليها، الأطلس المتوسط مشاتل يعني تحمل طاقات إبداعية جدا فقط يجب صقل ديالها، وهنا كنوجه واحد يعني الجيل الأول سواء الجيل اللي نعتبره خريجي مسرح الهواة خريجي دور الشباب وإن كانت دور الشباب لا يعني غير التواجد ديالها في جميع المناطق، فأنه مد اليد والتعاون والتواصل مع المشاتل
واللي كنشوفها بانه فعلا فعلا مشاتير تستحق انه ينتبه لها. وبالتالي غد مصلوب مسرح الامازيغ الاطلس المتوسط الى درجه قبل. اود ان اطرح سؤال يعني نحاول نوصل به يعني ما ورد في جميع المداخلات، وسؤال من وجهه نظر نقديه. يعني الممارسه المسرحيه المعاصره تتميز بانها انفتحت على، جعلت من المسرح ينفتح على اشكال ابداعيه مجاوره من موسيقى، رقص، بانتور، الانستالاسيون، الهابنينغ، يعني الى اي حد يمكن ان المسرح الامازيغي انه يوصل لهذه التجارب اللي كتميز ببعدها التجريبي. يعني هل من الممكن الحديث عن مسرح امازيغي ببعد تجريبي؟ السؤال بيان سور مطروح للاخوه يعني بشكل عام اللي ممكن. فالمسرح المواكبة أولا المستجدات العالمية والكونية تقتضي من المسرح الأمازيغي هذا المواكبة حتى يتسنى له خلق فرجة شاملة إذا كنا نسمع أن المسرح الأمازيغي بشكل والمسرح العام بشكل عام يجب أن المواكبة ديالو المستجدات الكونية مما تحمله من جديد على مستوى السينوغرافيا ولا على مستوى الأداء ديال الممثلين ولا على المستوى التقني. فإذا كان المسرح الأب الفنون المسمى كذا بشكل تقليدي يشمل جميع الفنون كما أشرت إلى ذلك، الدور يشمل رقص وغناء إلى آخره، فكانت انفلتت ليه الصورة، فإذا به الآن أصبحت واحد الشكل اللي هو يستلزم الحضور المسرحي. لهذا السبب أقول مرة أخرى ضرورة القاعات المسرحية التي يعني كتكون فيها إمكانيات قدر المستطاع. وشكرا. في حالة ما إلا تعذر علينا يعني التواصل مع السي العزيز، يعني غادي نحاولوا ناخذوا النص ديالو يكون ضمن يعني المشروع الكتاب اللي كنشتغلوا عليه. بالمناسبة الإخوان راه مداخلات غادي تكون في شكل كتاب جماعي إن شاء الله، غادي نسهروا عليه كي يعني يكون تتويج لهذا اللقاء. ربما نقدروا نختموا بسؤال دائما من وجهة نظر نقدية، تقييم الممارسة المسرحية الأمازيغية على كتاب، ما هو كتابة، لأن طرق لها السي خالد بداية والسي سليمان مسألة الكتابة في المسرح الأمازيغي، فين وصلت التجربة ديال الكتابة وفين وصلت مسألة ديال الاقتباس أو الترجمة إن صح التعبير؟ هل هناك من يعني من ممارسة الترجمة في المسرح الأمازيغي من إلى الأمازيغية أو من الأمازيغية إلى لغات أخرى في إطار يعني فتح الممارسة على ما هو ناطق بغير الأمازيغية؟ نعم، أنا بالنسبة للإشكاليات اللي تطرحها أو اللي مطروحة عندنا كثيرا في المسرح الأمازيغي هي مسائل النص. تنظن أن بدأ تراكم على مستوى التأليف المسرحي قبل ما نشوفوا احنا واش يتم ترجمه من نص مسرحي امازيغي للغه اخرى، واش احنا يعني في تعابيرنا اللسنيه ممكن ان نفسوس ناخذ نص بالريفيه مثلا او لا نص بالاطلسيه او العكس، نتصالحوا احنا مع ادواتنا عشان نشوفوا يتصالح معنا العالم. هناك اشكاليات كبرى يعني في هذا الإطار على مستوى التواصل، ولهذا أشكر هذا اللقاء هذا راه مهم جدا، وخاصه نقولوا راه حنا تنعديو النوم تنعديوش، لقاء مهم جدا اللي تتشرفوا عليه سي عبد المجيد باش نجيو نشوف سي محمد الشاعر ما شفتوش واحد 7 سنين ولا 8 سنين هو تنشوفو قدامي، السي العزيز ابراهيم، السي
سي سليمان بغدادي واش عقل عليا ولا ما عقلتش عليا؟ لحقاش من زمان يعني من نهضر معاه على 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 اسميتو على 97 نهضروا على السي المستير. يعني هذا التواصل ما بين هاد الفرق وهاد الفاعلين المسرحيين الامازيغيين خاص يكون هاد التواصل بيناتنا باش يكون التلاقح، والتلاقح هذا بشكل مباشر غيؤدي بينا لتعدد تجارب مسرحيه الامازيغيه. وهنا يعني ما بين الربط ما بين هذا السؤال الاخير والسؤال ما قبله، يعني واش ممكننا نشوفوا تجارب على مستوى مسرح امازيغي؟ كاين تجارب على مستوى مسرح امازيغي مثلا، ولكن تنجيو تلقاو مثلا في انتظار غدوت لعبات مثلا امازيغيا بلغه سوسيه. الى رجعنا اربع جنان ضاد ديال فرقه الريف يعني في الحسيمه في يعني نهضروا على 2006 كان فيها تجريب ديال المسعودي اللي دار اخراج في الجر من هولندا. يعني تنمشيو مثلا للتسيرت ديال ابوليوس في 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 يعني في 2007 2008 يعني حتى ابوليوس تفرق دمها ما بين جوج لي بيون ديالها. تنهضروا على المعاش، طيب معاش تنهضروا على سعيد المرسي هنا ولو عندنا جوج ابوليوس. تنهضروا على السام خصنا نهضروا نشوفوا المستيري ونشوفوا فاروق ازناب ونشوفوا اخوه اخرين لحقاش ما بغيتش نذكر الاسماء باش ما ننساش شي واحد ما يتقلقش عليا. يعني في هذا الاطار هذا دائما كاين هذا التنوع في تجارب المسرح الامازيغي في الحسيمه. يعني التجارب اللي تاسست من وراء وكل التجارب خرجت من فرقه الريف يعني مثلا نهضروا التجارب كلها اللي كاينه حاليا كلهم المؤسسين ديالها او الناس ديالها كانوا في فرقه الريف. يعني فرخوا هاد مجموعه التجارب اللي تلقاو دابا بتعدد الاسماء، وكذلك ملي ترجعوا عاوتاني تلقاو مثلا تجارب اخرى ديال المسرح الممثل الواحد، حتى لا اقول المسرح الفردي في الناظور يعني في بدايه التسعينات ولا هاد المسائل لحقاش الممثل الواحد مسرح الممثل يعني تنهضروا مسرح ممثل الواحد، ولكن وليس مسرح الفردي. لحقاش الفردي هذاك الممثل خصو يكون مؤلف ومخرج وتقني وهذا عساس ديال الباب ويدخل الجمهور ويدير كل شيء، عاد نسميوه الفردي هو سوبرمان، ولكن نسميوه مسرح الممثل الواحد امازيغيا. في التجارب ديال فؤاد ازروال واخرين يعني هنايا تنشوفوا تجربه تجريبيه اساسا هي المنطلق ديال هذا المسرح الامازيغي. لحقاش كانت الارتباط ديال مع الهموم ديال الانسان الامازيغي ارتباط مع الهموم ديال الحركه الثقافيه الامازيغيه. تنقولوا فكر الارتباط بدا في نهايه يعني القرن الماضي وبدايه الالفيه، بدا داك الفكر الارتباط ما بين الحركه الثقافيه الامازيغيه بداك الارتباط النضالي وما بين الفرق المسرحيه الامازيغيه اللي بغات تمارس ممارسه احترافيه. ولهذا تنهضروا على مثلا على 2002 المسائل، تنهضروا مثلا اول تجربه خدام فيها مسرح تافوق الدار البيضاء الدعم ديال وزاره الثقافه كان في 2002 دعم الترويج، ماشي شويه نقولوا دعم الانتاج. يعني هنا تتولي تفرض على الفرقه مجموعه تعاملات محترفه خصها تعمل بها، واخا يكون القلب هاوي او داخل قلب الفرقه هاوي، ولكن تنهضروا على عندك تعاقدات عندك اشياء. تنجيو دابا حاليا تنقولوا مثلا ان كيف قال السي سليمان البغدادي في الاول الممثل المسرحي ما يقدرش يعيش بندخل المسرح بحال مثلا عكس الممثل في الدرامي. انا تنأكد لك السي سليمان ان بالنسبه هناك فرق مسرحيه مغربيه امازيغيه ومن ضمنها تافوخت تتخلص الممثلين والممثلات ديالها احسن ما تتخلصوا في الادوار الرئيسيه او بطولات في مسلسلات وافلام. الممثل الامازيغي اش يبقى لي في الدراما؟ نجيو نقلبوا 5% من الانتاج ما تياخذوهاش الممثلين كاملين، معروف داكشي فين تيمشي.
بلا ما ندخلوا، ولكن اللي تنهضروا مثلا انا تلقى ممثل عندي في الفرقه تيخدم مثلا 3000 درهم للعرض وتيمشي عيطوا ليه باش يلعب التليفيلم مع واحد ربعه اللقطات ولا شنو، ويقولوا لي غنعطوك 1500 درهم. واش فهمتيني؟ يعني احنا هضرنا اما ملي تنقول واحد العرض مسرحي الا كان ناجح اداريا داخل الفرقه وقدر في واحد العام انه يدير واحد 20 عرض او 30 عرض او 50 عرض، وهذا الممثل مثلا تي يلعب مثلا معدل ما بين 1500 و 2000 درهم ودار 50 عرض، راه ممكن اننا نتصوروا ان مدخول مسرحيه واحده ممكن ان ممثل واحد هذا يدير فيها 100000 درهم في السنه. واش غيعطيوها لي بطوله في مسلسل؟ بطوله في ثلاثه المسلسلات ولا اربعه المسلسلات امازيغيين؟ حنا عارفين الطوق ديال البطوله في الدراما الامازيغيه شحال تعطيهم، ولهذا خصنا نعاودوا الحسابات. وشكرا. من هذا الموقع اللي جمعنا فيها مع الملك الثقافه الامازيغي، بالنسبه ل كاين جوج ديال الافكار يمكن نضيفهم. فالفكره الاولى عاد اشار ليها سميتو سي خالد، بالنسبه للاخ ديالنا الفنان شعيب المسعودي حتى هو بحال سي محمد الدوسري نوريهم الشفاء العاجل حتى هو عيان شي شويه. شعيب المسعودي راه ما ذكرناش في الاول، ذكرته هاد الايامات الاخيره نتمنوا له الشفاء العاجل بعد ان كان من المجربين بعد فحال اللي دار السي خالد المسرح الامازيغي. حنا ما السي خالد ما تنقولوا لا مسرح سوسي لا مسرح، تنقولوا المسرح الامازيغي ناطق شي حاجه اخرى، لان المسرح الامازيغي عنده هويته، عنده الهويه ديالو، ما يمكنش يكون مجرد لغه ديال الكتابه المسرحيه ولا ديال لو جو سور لا سين وصافي. بالنسبه للسؤال اللي كان طرح السي عبد المجيد حول الكتابه، حول الكتابه انا بالنسبه لي انا داكشي اللي كنشوف هنايا مثلا في الناظور لا يمكن الا ان اكون متفائل. عندنا واحد المجموعه ديال البحث في كليه متعدد التخصصات في سلوان فيها التاليف وفيها الترجمه. الاستاذ ديالنا الكبير حسن بن عقيه صدر في هذا العام ثلاثه مسرحيات منشوره بواحد المستوى ديال اللغه ديال الكتابه راقي جدا. كاين مختبر عاوتاني ديال البحث في الترجمه من بالنسبه الترجمه بالنسبه للمؤلفين الامازيغ اللي كتبوا باللغه اللاتينيه. كاين مشروع ديال الدكتوراه حاليا حول الترجمه ديال المسرحيات ديال تيرونس مثلا لي فرير او مثلا تيرونس. اذا بالنسبه انا بالنسبه داك الشيء اللي كنشوف هاد العامين الاخر في منطقه الريف بالنسبه للكتابه المسرحيه الامازيغيه كنشوف بان كاينه الكتابه ولكن مرهونه بالمتلقي. عاوتاني الناس ديالنا المازيغن ديالنا اللي سواء القارئ المناضل ولا القارئ المحترف بحكم اشتغاله في مجال معين ما تيقراوش، ما عندناش تلقي. المشكل ديال الكتاب الامازيغي بشكل عام وديال نشر النصوص المسرحيه مرتبطه بالمتلقي. خصنا يكون عندنا المتلقي باش نقولوا ان النشر ما يمكنش تنشر نص راه كاين النصوص كتنشر وكتفرق مجانا وما تقرا حتى واحد. هذا مشكل بالنسبه لينا. اذا بالنسبه لي انا في هذه المرحله هذه ديال 2020 2021 رغم الظروف القاهره في الحقيقه وهي كانت مناسبه لهذا لي كونفينمون الحجر الصحي باش الانسان يقرا شي شويه ديال المسرح النصوص المسرحيه الامازيغيه.
ولكن القارئ النقلي قارئ قليل اللي كيقرب الأمازيغية قليل جدا. إذا ختاما لهذه الكلمة الأخيرة ديالي أقول بأن بالنسبة للتأليف كاين بوادر هنا في الريف طبعا الحل، وبالخصوص التأليف المرتبط بالبحث العلمي بالبحث الأكاديمي، يعني حتى ما يخص النصوص ترجمة وتأليف كاين بوادر ديال التطور وديال انتشار الكتاب أو المؤلف المسرحي الأمازيغي. تنمرتنو، شكرا لكم. شكرا أستاذ بغدادي. نختم بسؤال يعني بدر إلى ذهني يعني خلال مداخلة الأساتذة، يعني من طرحتوا مسألة التلقي، يعني من خلال تجربتي كمتلقي المسرح الأمازيغي، يعني لاحظت كمتلقي وكباحث يعني في كلا الحالتين ما لاحظته هو أن هيمنة تيمة يعني بصفة عامة على معظم الممارسة المسرحية الأمازيغية، ألا وهي أن هذا المسرح يبقى دائما داخل جبة ما هو تراثي وما هو شفاهي. هل يمكن يعني أن نشهد يوما ما مسرح أمازيغي بعيدا عن هذه العباءة اللي ربما بدأت كتضيق عليه شي شوية، وغينا يخرج العالمية، يخرج ما هو يتجاوز ما هو شفاهي تراثي محض؟ شكرا. تنظن أن السي خالد راه استفز السؤال شي شوية. ماشي استفزاز، ولكن سؤال في الصميم، راه ماشي صغرت عليه شوية، صغرت عليه بزاف. وأظن أن هاد العمل هذا راه أصلا غادي في الطريق، يعني ما هو تراثي مزيان، اللي خاص البحث في التراث وتقديمه بوجه جديد، كيف مثلا التجارب اللي تنحاولوا نعملوا، إما أنا نهزو التراث كما هو من الواقع ونجيو نحطوه فوق الخشابة، لاش لا ما نمشيو عنده نشوفوه نيت ليه، علاش غنجيبو هنا نمحنو ومحنا؟ ولهذا خاص اللي خاص مثلا انت من لحقاش كاين فرق كثيرة تتفكر مثلا انها تتعامل مع التراث وهذا ودا من حق هذه الفرق. هذه واحد مساله اخرى اللي هي رحمه كبيره في المسرح الامازيغي، ان الفرق المسرحيه الامازيغيه ليست نسخ كربونيه، لا في الريف لا في الاطلس لا في السوس، وتتلقى تنوع كبير ما بين فرقه واخرى، وهذا واخا يكونوا داخل نفس المدينه تتلقى كل الفرقه عندها نفس تتعمل عليه، كاين اللي عندها نفس على مستوى المسرح العالمي، كاين على مستوى النفس ديال تتحاول ما يمكن ديال التجريب، كاين فرق مثلا حاليا فرقه في الحسيمات في صفين تتحاول الانفتاح ديالها على خريجين المعهد العالي في مدينة الرباط كمخرجين كسينغرافيين كهذا، يعني في تعاملها مع نصوص سعيد أبرنوس في الحسيمة أنها تعطي تجربة بشكل آخر، يعني في التنوع ديال المخرجين في التنوع ديال الأفكار. كاين مثلا أن بالنسبة في الدار البيضاء او في الرباط او لهذا تلقى واحد او الثاني عمل اللي هو غادي بشكل متنوع في الفروق. تهضروا على الاطلس، يعني التجربه اللي حاليا ديال الاخوان في الخميسات ما بين فرقه رويشه وما بين فرقه البديل الموضعي ديال سعيد الظريف، كيفاش انهم كل فرقه وعندها واحد النضاليه ديالها والبحث ديالها وانفتاح ديالها على مستوى النصوص ديال المسرح العالمي، واللي تنتمناو انها ترجع تجربه فرقه مسرح النون في الخميسات، يعني اللي هي يعني كان تغني كثيرا تجربه المسرح الامازيغي في الاطلس ديال السي محمد كريم الفحل. هنا اش نقولوا، راه ماشي كل فرق تعمل على التراث، بعض الفرق تعمل على التراث، وهاد بعض الفرق التي تعمل على التراث ربما هي اللي يتم تكرار عروضها كثيرا في القناه الامازيغيه، حيث واحد خينا قال تما حدا فواحد الصنيديقه في القناه كيبان ليه فين هي المسرحيه اللي فيها بزاف ديال قرقلاف راه ندوزوها للناس، بالنسبه لي هذاك هو المسرح.
لدرجه ان غيوقع تكريس ديال هذه الرؤيه كيف ما وقع تكريس على مستوى المسرح المغربي في التسعينات. وهذاك الشيء كان داخل سبولنيت ما تلقى ما يدير كل سيمانه يجبد لنا مسرحيه ديال الجم ويخشيع مسرح يعني هنا ولا داك مسرح الصالون كانه هو المسرح المغربي في حين انه كان قله قليله في المسرح المغربي وكان تنوع كبير على مستوى مسرح الهوات ومسرح احترافي وما الى ذلك. ونفس الرؤيه غدا في المسرح الامازيغي حاليا عندهم كثيرا ما يديروا راديوفيزيون مثلا ان صوروا فرق عروض في الريف وفي الاطلس وفي السوس وهذا، ولكن ملي تيبغيو شي امسيه خاويه عندهم ما عندهم ما يدوزوا تيقولوا مسرحيه اش نديروا نديروا قلبوا لنا على المسرحيه اللي فيها اكثر عدد ديال البرديير وتيدوزوها لنا في في في, في 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 القناه يدخلوها الفران السيمانه الجايه بغاو يديروا نفس تيعاودوا نفس المسرحيه نفس المسرحي. واش فهمتوني السياسه؟ هذا هو المشكل يعني تنميط الفرجة. وشكرا أزول مرة ثانية بالنسبة تتم السفريد. أنا بحكم معرفتي في الواقع بالمسرح الآن ما زالي ما كنشوفش فيه تنميط ديال الفولكلور كاين هاد الإشكالية كاين أن سيستم اللي من خلال المشاهدة التلفازية اللي بحال قال سي خالد اللي كنمطوا هذا التراثيه فسميتو تراثيه بالشكل ماشي بالشكل الابداعي. المشكل ماشي في تناول التراث ماشي في وجوده فوق الخشبه كيفاش كنشوفوا ليه اسكو سدي بحال اللي كتقول مثلا المقاربات الاثنوغرافيه ولا الاثنوكولونياليه كتاخذوا على اساس انه شكل من اشكال هذيك هي الكينونه ديال الانسان الامازيغي. ولكن في الساحه حاليا لا ارى بان كاين تما هاد لاستيريوتيبي ديال سميتو ديال داك نشوفوا داك ليماج بين مزدوجتين ديال داك الشلح سميتو باللباس البدوي ولا كل واحد كنمطوه على حسب لي بريجوجي اللي كاينه في الثقافه المغربيه سميتو الهجينه اللي غادي. اذا هذه المساله ديال التنميط لا ما كنشوفهاش انا بعدا في المسرحيات اللي وفي النصوص اللي كنتعامل معها واللي شفتها. نقطة أخرى متعلقة بعد بالتراث هذا الشكل ديال التنميط ديال التراث هو في الحقيقة هو اللي كينفر كيخلي حتى المشتغلين في المجال كيخافوا من البحث في التراث باش لأنهم كيخافوا يديروا إعادة إنتاج لهذاك النموذج المنمط الفولكلوري. لذا ان النصوص اللي كتكتب حاليا واللي كتلعب فوق الخشبه ما عندهاش في الواقع ماشي من خلال ما نشاهده في التلفازه المغربيه ما فيهاش باتت ما فيها ربما لو كاين شارج صار تحمل ديال التلفزيون بحال اللي قال السي خالد عاد دابا خص لابد يكون فيها هذاك سميتو ليماج فولكلوريك باش دوز في سميتو في الدعم التلفزيوني ولا شي حاجه بحال هكا. لذا اولا كاين جوج ديال الافكار هنايا. التراث ليس عيبا وليس مشكلا في المسرح. شكون اللي كيديروا مشكل؟ هذاك التنوع الذي يفرض علينا في التلفازه الفولكلوري هذه وحده. اما باش تجيب مثلا تمويت ولا حيدوس تخرج منه شي رؤيه جديده ولا شي تجريب جديد هذا بالعكس هذا هو اللي غيعطي الهويه للمسرح الامازيغي هو اللي غادي يرسخه كمسرح امازيغي وليس كشي حاجه زعما
قديمه متخلفه رجعيه ولا شي حاجه بحال هذه القوالب الجاهزه اللي كنشوفوها في ما هو رسمي بالدرجه الاولى. اذا هنا انا بلا ما نخاف اولا بلا ما نخاف من التراث، ثانيا الكتابات المسرحيه الجديده اللي كاينه اللي كنشوفها انا بعدا اللي قريتها واللي كنعرفها بالعكس كتبغي كتقلب على البحث ما هو نقولوا عالمي ما هو كوني، تبحث في الكونيه اكثر ما كتولي للذات. شكرا لكم استاذ شاهر. ربما الميكرو ني با اكتيفي، وباختصار الى ممكن لان قريبا شارفنا على نهايه نعم تسمعني دابا؟ نعم أيوة. واحد الاضافه بسيطه هو انه التعامل مع التراث هو انه سيف ذو حدين، فما يمكنش نقولوا بانه التعامل مع التراث والانغماس فيه غادي يخلينا نتشبثوا بالهويه وبالتالي غادي ندفعوا بالمسرح الامازيغي الى الامام، وما يمكنش نقولوا ان الانسلاخ على التراث الامازيغي والموروث الثقافي بشكل عام انه غادي يخلينا والانسلاخ ديالو غادي يدفع بنا الى العالميه وبتطوير المسرح الامازيغي، بل ما يجب هو انه التعامل بذكاء مع التراث و الكتابه النصيه المسرحيه في البدايه ديالها ان تكون الفكره وبالتالي خلق الفرجه الجماليه ديالها بالاشكال ديالها بما تفرضه له التحديات بما تفرضه الحداثه، وبالتالي غادي يكون استمرنا التراث الامازيغي بالشكل ديالو الجميل دون الانغماس وبالتالي خوف بدون تطوير المسرح الامازيغي. وشكرا. شكرا سي شهير. نشوف الاستاذ العزيز اذا كان ممكن الان نربطه بالاتصال. واش وي سي العزيز اذا كنت كتسمعنا ممكن يعني مباشره نمر للسؤال اللي كنت طرحت عليك قبل ما ينقطع الاتصال، ان يعني كما تلاحظوا المتابعين ان المسرح في المنطقه عندكم في الحسيمه يعني يعتبر مسرح نشيط الى حد ما، دونك اذا امكن تفسير او طرح جانب هذا النجاح اللي كيعرفوا المسرح في منطقه الحسيمه. شكرا دكتور، شكرا سي فؤاد. فعلا المرحله ديال العشرين سنه الاخيره عرفت واحد البصمه جديده على المسرح الامازيغي وخصوصا هنا بالحسيمه، وحنا كنعتبروا مجموعه من العوامل انه كانت عندنا واحد الرؤيه انه باش نديروا اعمال مسرحيه وناسسوا فرق مسرحيه اللي غتمشي بعيد، يعني ليس مسرح من اجل المسرح وانما كان خصنا نديروا مسرحيات نشاركوا في جولات ونشاركوا في عروض الاعمال المسرحيه ديال وزاره الثقافه ونشاركوا في المشاريع ديال المعهد الملكي ونديروا عقود مع المسرحيين ونديروا يعني نأسسوا واحد الممارسه مسرحيه يعني جديده، يعني غادي تكون قطيعه مع الفتره اللي كانت يعني سبقت هذه المرحله ديال 20 سنه الاخرانيه، يعني كنهضر من 2000 لهذ الجهه، يعني في هذه الفتره هذه كان الفرق كانت عندها الشجاعه باش تحط المشاريع لوزاره الثقافه، كان عندها الشجاعه باش دير عقود واضحه مع الفنانين ممثلين مخرجين مؤلفين، كان عندها شجاعه باش دير تامين صحي دير تامين على الحوادث دير ملصقه دير اشهار، كان عندها شجاعة باش دير إنجاز مشاريع احترافية، يعني المسرح يعني يكون متكامل فرق مسرحية متكاملة، يعني كان عندها رؤية باش دير مهرجانات، يعني هنا بنت هاد الفرق ملي اشتغلت على تأسيس هاد الفرق بشكل احترافي وعلى أسس متينة درت أعمال 5-6 الأعمال ديال التراكم مشات دارت مهرجانات، يعني دارت مهرجانات كان مهرجانات وصلوا حتى الدورة العاشرة، عندنا في الحسيمة كان مهرجان الحسيمة المسرحي انطلق في 2009 وكانت تجربة ديال المسرح الشباب، كان مهرجان النكر عاوتاني وصل حتى لشي دورة عاشرة هو أيضا، كاين دورات تكوينية يعني باش نغطيو هذا الفراغ ديال يعني باش ما نشكيوش بزاف، حنا قمنا بإنجاز العشرات بل المئات من الدورات التكوينية والتظاهرات باش نغطيو هذا الفراغ اللي كاين في المجال ديال التكوين،
درنا جولات على المستوى الوطني، درنا يعني هنا كنهضر على التجربه ديالي في هذه 20 سنه الاخيره في المسرح. وهذا الشيء شكون اللي عطاه؟ حتى واحد راكم، حتى حنا راكمنا في المجال ديال العمل الفني الامازيغي يعني في التسعينات، ودرنا الرؤيه ديالنا باش حنا فين نمشيو نعطيو ونخدموا هذه الثقافه وهذا الفن والتخصص في المجال ديال المسرح. يعني لقينا انه باش كانت هناك عوامل يعني ساعدت على ان المسرح الامازيغي يعطي الطفره ديالو. حنا ملي بدينا بان مثلا التاسيس ديال المعهد اللي يعني حاول يشجع المسرح الامازيغي، رغم انه حنا كنطالبوا بالمزيد وكنقولوا للسي فؤاد زروال حنا معك في المبادره ديالك يعني باش تلقى الحل يعني يعني فين وصل المسرح الامازيغي في ظل هذا كورونا، باش نمشيو يعني حنا وصلنا واحد المرحله ديال 20 سنه في التسعينات كانت واحد المستوى واحد الممارسه، فهاد 20 سنه وصل المسرح الامازيغي واحد المستوى، يعني ما بعد كورونا شنو غنديروا؟ وحاليا شنو غنديروا باش يستمر هذا الاشعاع ونحاولوا نخليوا الفرق تمأسس وتطور وتمشي بعيد ويمشي وتعطي الممثلين وتعطي المبدعين وتعطي الزخم بالنسبه للمجال المسرح الامازيغي. مشينا شاركنا في التظاهرات المسرحيه في اكادير مع المسرح المهرجان الوطني في اكادير في 2006، والاخوان حنا في ذاك الوقت كنا شباب وتشجعنا بزاف وحصدنا على جوائز، يعني كاين مجموعه من العوامل يعني لعبت باش تعطي هاد فين وصلنا حنا دابا في المسرح الامازيغي بالخصوص في الحسيمه. وكاين مشاركه في الدار البيضاء مع السي بويشو، لان السي بويشو هو شاهد على المسرح الامازيغي في المغرب، لانه هو كيشتغل وقيله النص الكبير ديال الوقت ديالو في المجال الاعلامي والانتاج التلفزيوني والمسرح، كيعطيو له واحد النظره شامله على المسرح. بالعكس حنا يمكن كنشتغلوا في المسرح كنعطيو له واحد المجهود في واحد الفتره، ولكن بحكم انه كاين اكراهات مهنيه يعني كتغيب علينا امور وكتغيب علينا مجموعه من المسائل ما كنطلعوش عليها، ولكن المهنيين والاكاديميين واللي كيشتغلوا في المسرح الامازيغي من جانب ديال الممارسه ومن جانب ديال البحث ومن جانب الاعلام، يعني يمكن عندهم اطلاع اكثر على التجربه المسرحيه في الريف وحتى في المغرب كامل. يعني احنا في الحسيمه بدينا في دار الشباب، كنا كندربوا في الهواء الطلق، يعني قاعه بسيطه، ولكن في هذه 20 سنه استطعنا باش نحققوا قاعه ديال المسرح في 2009، استطعنا باش انه الان كاين واحد المكسب كبير اللي هو قاعه ديال المسرح بمميزات جيده وعاليه، الى جانب معهد ديال الموسيقى. اذا هاد التجربه ديال ال 20 سنه الاخيره كانت واحد التجربه فيها العفويه، فيها شويه الجديه، فيها شويه الحماس، وفيها حتى الحظ، ان الحظ كيلعب واحد الدور مهم يعني في التطور وفي النجاح وفي التفوق ديال اي تجربه. كاين مشاركات على المستوى الدولي، حنا في فرقه الريف، انا كنهضر على التجربه ديال فرقه الريف، فعلى المستوى الدولي حنا وصلنا درنا ثلاثه الاعمال مشتركه مع فرق اجنبيه، فرقه هولنديه وفرقه فرنسيه، دائما كنديروا معهم اعمال مشتركه باللغات مختلفه، العربيه الامازيغيه الاسبانيه والفرنسيه والهولنديه، يعني درنا اعمال مشتركه، درنا يعني اشتغلنا حوالي، غنذكركم غير الاسماء اللي الاسماء مثلا اللي اشتغلت معهم فرقه الريف للمسرح الامازيغي. ويعني انا كمسؤول ديال هذه الفرقه يعني درت لعبت ادوار، مجموعه من الادوار، منها كمدير، منها كمؤلف، منها كباحث عن يعني عن فرص تسويق المسرح. يعني كان يعني انا ما نقدش مثلا ندير نفسي في واحد، يعني كان عليا اكراهات، انا كممارس كان عليا اكراهات، لان خصك تبحث على النص، خصك تبحث على الدعم، خصك تبحث على المخرج، خصك تبحث على فين تعرض، خصك تبحث على القاعه، خصك تبحث على التكوين، اذا مجموعه من الاكراهات بديناها، وكان واحد نجاح، انا كنشوفوا واحد النجاح، ولكن يعني كيفاش غادي نديروا نستمروا، غادي ندخلوا في ختام هذه المداخله باش يعني ممكن نعطيو مقترحات اللي ممكن غادي تعطي للمسرح الامازيغي. اذا بالنسبه احنا كعمل مسرحي اول درناه في 2003،
درنا عمل 2005 لعبنا العمر بومزوغ إخراج شعيب مسعودي، في 2006 لعب المؤلف أحمد زاهد شعيب مسعودي، في 2007 تأليف بوزكو إخراج نعيم مزيطان، في 2008 تأليف العزيز إبراهيمي إخراج محمد حنصل، 2009 كتابة نسائية، 2009 الوزارة الثقافة خدت الإنتاج في وزارة الثقافة فائز الشكوطي، خدمنا مع العاقل أكيعان هذا مهاجر مغربي، خدم 30 سنة ديال المسرح في مارسيليا في مسرح البحر، خدمنا مع يوسف العرقوبي 4 ديال المسرحيات ومنها 3 ديال المسرحيات ديال مروجي. يعني حنا في المسرح الأمازيغي وخصوصا في فرقة الريف درنا خدمنا على التراث، خدمنا على الذاكرة، خدمنا على البيئة، خدمنا على المرأة، خدمنا على حقوق الإنسان، خدمنا على مجموعة من المواضيع، ما كانش عندنا واحد لالين تبعناها غير هي هذيك، يعني كل مرة على من كنخدمه، وخدمنا على مجموعة من شاركنا في مهرجانات خارج 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 المغرب، يعني تقريبا مهرجان بينيدا في برشلونة، مهرجان ليوم مسرح في ليوم، مسرح الأوروبي في ليوم، يعني هذه بعجالة واحد مجموعة ديال الأنشطة اللي شاركنا فيها احنا كممارسين، وحنا ما كانش عندنا الوقت. وغادي نطرح واحد السؤال، واحد الإشكالية أنه إحنا كممارسين ما يمكنش نديروا الممارسة، نديروا الإخراج، نديروا التأليف، نديروا البحث عن التمويل، يعني نكوفريو الصدمات ديال الممارسة، ونديروا البحث ونديروا النشر ونديروا التواصل ونتعاملوا مع الباحثين ونتعاملوا مع أكاديميين. هناك إشكالية لهاد الممارسين اللي كاينين في الميدان، أنه باش يحافظوهم على هاد على هاد على هاد الصيرورة ديال المسرح الأمازيغي، كان واحد الجانب حنا كنشوفوا انه محتاج ننشروا النصوص ديالنا. انا عندي 11 نص ما منشرش ديالي، انا تمر يعني نصوص تلعبوا فوق قشابات، تلعبوا في اسبانيا في هولندا في اسبانيا في المغرب، شاركوا في مهرجانات، عندي 11 النصوص، ولكن الا مشيت انا غنرتب دوك النصوص نعدلهم وننشرهم، غادي نغفل هذاك ديك الفرقه، غادي تلقى واحد الفراغ ما غاديش تلقى اللي غايدير ليها المشاريع ديالها، وغادي يدير ليها البحث عن التمويل ويدير هذا. اذا احنا كنشوفوا دوك الثغرات وكنشوفوا دوك المسائل، ولكن ما عندنا ما نديروا يعني باش نغطيو كل شيء. اذا هذه واحد النداء الباحثين، يعني احنا كنعرفوا انه في هذه المسائل كتلعب كان واحد الدور، كان واحد لعب الدور ديال الصداقه والزماله والمعرفه، انه واحد السيد عنده لا كونيكسيون مع واحد الباحث داخل الجامعه، واحد السيد عنده لا كونيكسيون مع واحد المعهد، واحد الوزاره، هادو كيمكن نشروا الكتب، ينشروا المطبوعات ديالهم، ياخذوا جوائز، ياخذوا هادو. اما حنا الناس ديال الممارسه، اما شي حاجه اخرى ديال التقييم ديال النشر، غادي يجي واحد الوقت ونشروا، الى حيينا الى طولنا الله في العمر غادي نشروا، وغادي نديروا مسائل ديالنا وكنشوفوهم، لان المسرح اقتطع جزء من الحياه ديالنا ومن الصحه ديالنا باش نخدموا المسرح الامازيغي. غنجيو الان باش نفتحوا النقاش على واحد القوس ديال التفاؤل. كاين القناه الامازيغيه مثلا، برغم انه دارت مجهود في نشر الاعمال المسرحيه الامازيغيه ولو متاخرا، احنا من اللي تاسست القناه الامازيغيه كنديروا طلب بث العروض ديالنا، كان اعمال مسرحيه رائعه من اخراج شعيب مسعودي، من اخراج يوسف العرقوبي، ما دازوش في القناه الامازيغيه. دابا عندي في لي سي دي في لي جوي سبي لا كاليتي ديماج غادي تولي ماشي هي هذيك، يعني ما لعباتش الدور ديال التوثيق ديال هذا المسرح في هذه 20 سنه، رغم انه القناه الامازيغيه جات وشجعتنا في واحد الفتره ما بين 2013 2016 ولا 17 بدات واحد العروض، وكاين دابا وقفات في هذا الوقت ديال كورونا، كان على القناه الامازيغيه غادي تجي تدير اعمال مسرحيه على الفرق الامازيغيه وتشجعهم وتشريع لهم العروض، باش المسرحي الامازيغي والممارس غادي يستمر في الممارسه من بعد، ما غاديش تخليه الى ما كانش لا فوزيون ا ديستونس في هذا الوقت هذا من طرف القناه، فوقاش غادي يستغلوا الفرصه حتى ولا المسرح الى رجعنا اليوم الحلقه، المسرح غيكون في القاعات ويكون في المهرجانات، اذا هذه هي الفرصه باش القناه الامازيغيه غادي تبث الاعمال المسرحيه ديال الممارسين. وحنا راه كنقول راه عندنا حنا راه العمل المسرحي باش تنتجو كيدينا وقت، كيدي البحث، كيدي الدراماتورجيا، كيدي الاخراج، كيدي تبحث على الاعمال ديال السينوغرافيه، ما عندناش الوقت
باش يعني نغطيو جميع الجوانب ديال العمليه الانتاج والنشر والتوثيق والبحث يعني اي حاجه ديال المسرح. اذا كل واحد في هذه البلاد غادي تقوم بالواجب ديالها، غادي تقوم بالواجب ديالو والدور ديالو. كاين مؤسسات، كاين مؤسسه المعهد الملكي غتقوم بالواجب ديالها، كاين مؤسسه ديال القناه الامازيغيه غتقوم بالواجب ديالها، كاين وزاره الثقافه، كاين مسرح محمد الخامس، كاين جامعات غينفتحوا على الباحثين. ما ينظروش الباحثين على انهم عباره عن ممارسين ما عارفين ما يدوروا، ما يدور في 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 المجال ديال البحث وفي المجال ديال المسائل. اذا كل واحد غيلعب الدور ديالو، وانا مع السي فؤاد أزروال في المبادره ديالو اللي كيدير من اجل دعم المسرح والممارسين المسرح الامازيغي في هذه الفتره الحرجه باش يستمروا وباش يتحفزوا باش ينخرجوا من القوقعه ديال هذه الظروف هذه. وشكرا. سمعتوني مزيان دابا؟ شكرا استاذ العزيز على الكلمه اللي كان فيها نوع من الحماسه ونوع من الغيره على الممارسه المسرحيه الامازيغيه، وفي نفس الوقت نداء لجميع المتدخلين باش كل متدخل يعني ياخذ المسؤوليه على العاتق ديالو. وكنرجعوا للمساله المنطلق منش انطلقنا اللي طرحها الاستاذ خالد اللي هي المؤسسه ديال الممارسه المسرحيه اللي غادي تمكننا من تجاوز كل المعيقات، لان على بقينا راهينين باجتهادات شخصيه غنبقاو ديما كندورو في واحد الحلقه مفرغه. شكرا للمشاركين معنا في هذه الندوه، يعني الحديث معكم شيق، ونتمنى ان شاء الله نعاود نتلاقى في مناسبه اخرى. شكر موصول ايضا الى المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه والى بنيه البحث المسمى مركز الدراسات الفنيه والتعابير الادبيه والانتاج السمعي البصري اللي كيشرف عليها الدكتور سي أزروال معيه سلو والاستاذ سلو. اذا ربما سي أزروال غيقول شي كلمه اخيره، نخلي ليه الميكرو. وشكرا لكم وكانت فرصه طيبه. أزول طولت السنات الحمد لله مره سورا نفرح ان افكار حماس كذا فعلا فعلا تمرت يعني وانت فمين غني يعني خاصه دي الظروف المحترفين تعيشين خمزقونه مزير في الدار خمزقونه المزير نسينا فيش نسينا تقصح نارزم في الغورة كنت ورا نارزم في الغورة نتقو من زمان المؤسسة من كشان المبادرة قالي من وقت قارن وقت عشاء لا قارن ثاني مير في مرة سيس منو سينا قلت أنت وسنا تمزيغت خمية وزنو ميكين خبيم ونسيتي من اقتراحات اختوشيم أنت نيسي قانت سنة تسم أنت كتز مرتين قرانين وانت جيشن طوات سمم ما يسغن هدف أن ميوازن معه وانا قايتو مسقون انت مازيغت انت فيت انت فيت نسيتيم السنة اللي دانتو سنة مازيغت قاي تقل مجهودة القرانين تكريمات شراء العروض يعني اي ظهور يجينا فوق انت فيني غاش نتفكان اني غاو نتفكان يعني ندن تخمام لنسوين جيم ما نطورت من الطرق اللي غندعم كل الممارسين يكون مزيغ ماشي الممثلين اللي المخرجين واحد يريد اواني من هي ست من نفس الولاد شن ثواث زوانين اذا اجل نسمح حتى نخطاس حتى معايا السنين نتفاتسني ولا شن تفيدنا كي ياك تفهم كل شيء منا. شكرا جزيلا ونبقاو على التواصل ونتمناو الاعمال ديال هاد الندوه اللي نظمها المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه مشكور خرج ولو غير باش نسمع الاراء والاراء اللي سمعناها ديال التوصيات ولا ديال لا سناخذ بعين الاعتبار وسنعمل ما يمكن ان ندعم المسرح الامازيغي. شكرا جزيلا لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.